إلى عدن، حيث دشن المركز الوطني لمكافحة السرطان في مستشفى الصداقة التعليمي ندوة توعوية ثقافية بمناسبة شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، برعاية وزير الصحة والسكان ناصر بعوم ومحافظ عدن حامد الأملس. وقال مدير المركز الوطني لمكافحة السرطان الدكتور جمال العلوي إن الندوة تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف عن سرطان الثدي المنتشر بين النساء بنسبة 25%. وأضاف العلوي أن المركز تمكن من توفير تلك العلاجات الباهظة الثمن للمصابين مجانا، داعيا المشاركات إلى عدم تجاهل الأعراض الأولية بدعوى الخجل وأهمية الكشف المبكر عنها. هذا العام الاحتفال تم بعد إنجاز عدد من المشاريع، من أهمها تأسيس وحدة المرأة أو تحديث وحدة المرأة، وتأسيس وحدة الماموغرام، أيضا إدخال عدد من المشاريع في مجالات أخرى، إعادة تأثيث رسم الدم، وتأسيس وحدة المناظير والجهاز الهضمي، أيضا تطوير قائمة العلاج الكيماوي وتوفيرها إلى كل المرضى. هذه الإنجازات كانت في عام 2020.